اللي انا بقدر اقوله بموضوع اللوائح اللي عم ياخذها الامن العام وارسالها الى سوريا، نحن بنشجع الموضوع الرجعه كيف ما كانت تكون بشكل امن وطوعي وبرعايه امميه مثل ما قلنا، لكن حقيقه واضح جدا انه النظام لا يريد عوده النازحين او اللاجئين من لبنان الى سوريا او من اي بلد اخر. السبب انه وقت انت بتبعت 1000 اسم بيجيك 100 منهم ولا 50 ولا 150، معناتها في 850 ولا 900 مش مقبولين. هدول اللي مش مقبولين هدول شعب سوري، مواطن سوري، هذا حقه الطبيعي انه يرجع، ما في داعي انك انت لا تبعت اسمه ولا تاخذ موافقه. المتاكدين منه نحن حوالي 20. ثلاث حالات يعني انا اذا بدك وثقتهم شخصيا وتكلمت مع اقربائهم وحصلت على الصور الى اخره، لكن طبعا انت بتعرف انه بعضهم خايفين ما انه يصير في انتقام اكثر من هيك منه ما يرجعوا يسمحوا لهم بالعوده الى سوريا، خاصه انه عم نحكي نحن عنهم هن موجودين في لبنان حاليا لاجئين وموجودين في لبنان. عدا هيك عن موضوع الخطف والتوقيف والاجبار على الالتحاق ب ب ب ب بجيش النظام، فهيدي امور معروفه يعني وكل بعتقد المواقع تتداول فيها بشكل يومي. يعني بدي اقوله انا انه نحن حبينا بهالفتره هيدي قررنا حقيقه انه نحكي عنهم عسى ان يتم يعني توقيف هذه العمليات القتل والخطف والارتكابات، لانه هالعمليات هيدي حقيقه بتخلي انه بالنتيجة اللاجئ السوري ما يتشجع على العودة أبدا. هي الديموغرافي مش مسموح يرجعوا، مثل ما بتعرف بلدة القصير اليوم مش مسموح يرجعوا عليها، الألمون مش مسموح يرجعوا عليها، الزبداني مش مسموح يرجعوا عليها.